مرحبا بكم متابعي برنامج الماتينال. نعرف اللي برشا يستناو في الاغاثات بحذا الجيف، دونك نخليكم تمشوا بحذاهم. ختاما معاكم فاطمه ومشاهدينا، باش نذكروكم شنو عملنا اليوم، ونبدو بالبسكوي اللي بالزهر وججلان حضرتونا شيف فتحي الشواشي. الوغ البسكوي هذايا معناها دوريجين طليان، اسمه بسكوتي، معمول بالفرينة سبيسيال جاتو وردة، فيه سكر اللي بالزهر، اسمه شيف سكر اللي بالزهر، عنده نكهة خاصة به، معاه سكر فاني، وريحتهم الاثنين تعطي حاجة متميزة برشا. فيه زبدة مريح، فيه شوية زيت، سكر محور، خلطتهم مع شوية ملح، هذوما كل خلطتهم وحطيت لهم جلجلان، صبيت فيهم زهر مقطر، معناها بخلاف الزهر متاع السكر، الزهر متاع سماختشيف، حطيت ماء متاع زهر باش يعطي اكد قرميشة متاع البسكوي، لازمو شوية ليكيد معاه. معناها حطيت الجلجلان، طيبته في كوشة سخنتها 180 درجة، تنجموا تطلعوا حتى ل 200 درجة ما يقلقش، لفيتوا من برا في الجلجلان وطاب تقريبا في ربع ساعة 20 مينوت ماكسيموم، تستناوه يبرد باش تفرغوه. والبسكوي هذا من الأنواع اللي تقعد وتصبر، وحاجة بنينة وماهيش متكلفة. نقول لكم بسلامة في دبارة جديدة ونهار جديد على نفس القناة. يعطيك الصحة، مشكورة شيف فتحية شواشي. مشاهدينا، أنا اليوم حضرت لكم زوز وصفات، لولا كانت هلا الكفتة اللي طيبناها في الصوص، ما قليناهاش الكفتة نتاعنا، دونك عملناها بالحوت، شفنا الحوت، فوحناه شوية ملح، فلفل أكحل، شوية كركم، حطينا معاه معدنوس، حطينا معاه شوية هريسة سيكام، قلنا باش تعطيه توزويزة، ترحال كل الحوت، ومن بعد عملناه أقراص صغيرة، حطيناها تقليت في الطماطم في الزيت مع البصل، وزدنا معاه طومات كونكاسي بالثوم من عند سيكام، فوحناها بشوية فلفل زينه، قلنا وإلا شوية هريسة سيكام كان تحبوا تعطيوها توزويزة، مع التابل والكركم والملح والفلفل الأكحل، وتكون عندكم صوص مزيانة. بعد ما تمرقوها وتخليوها تطيب، تزيدوا عليها في الأخر كي باش تطفيو ثلاثة ألوان فلفل، أنا اخترتهم الأصفر والأحمر والأخضر، دونك هذوما لي بوافغون عطاو نكهة مزيانة للطبق، ومنظر كيف كيف منظر حلو يعجبكم أكيد. ومع هذايا حضرنا لكم صحن السلاطة اللي هو ركن السلاطة، ركن أساسي في برنامجنا الماتينال، لابد منها تكون موجودة. حضرناها اليوم باللوبيا الحمراء معها المايس، زدت معها الود القمر أنتم تقولوا، معها الطماطم، ما تنسوش تحطوا لهم الفخماج البنين اخترته اليوم غريير، قصيته صباعات وخلطته. هذايا فوحتها بالزيت نتاع التن، استعملت اليوم تن الموجة اللي بالزيت، زيت الزيتونة تحك الصفرة هذيك، ومن بعد خذيت الفصوص زينت بهم. أنا عملت العصيرة قارص السلطة، وإلا تعملوا لها مغير فخل، وهكا تكون عندكم سلطة ممتازة. صحة فرحة لكم مشاهدينا، تستنونا في دبارة جديدة على قناة 9 في برنامج الماتينال، إلى اللقاء. مشكورين لشيف. انا بدي نشكر سونتر ديسيتيك باك ستيج، نلقاو في العوينه باش فيسبوك انستغرام باك ستيج، تليفون 29 30 20 10، تطلبوهم تاخذوا الرونديفو تمشي وتستمتعوا بالفخفه اللي عندهم الكل. كما نشكر سيدا سياندم البوتيك اللي نلبس من عندهم اليوم، دونك تلقاو لي روب كي من هكا برشا الوان اخرين، تلقاوهم بيان سور في طريق السكره ولا باش فيسبوك والانستغرام سياندم سكره. ونعاود نذكركم اليوم عاملين دي برومو يوصلوا حتى 70%. نشكر سيدا انزو شوز، نلقاو في المزه 71 سنتر كرام، باش فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. دونك كل جمعتين عند كوليكسيون جديده يعمل دي برومو على الكوليكسيون اللي قبل. ونعاود نذكر المراه اللي ساقه كبيره حتى توصل 43، راهو تلقى صفات اليوتي من عند انزو شوز. ميرسي فريق الاعداد زملتنا هلا بن جمعه، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه.
المرياح علاش ليه؟ بن مرياح علاش ليه؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون الكل وما يلصقش فوق الجاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق ليك والباقي العايلة، بيجيك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS كوزيني أوترمون. يا اللي بيك فرحتنا، تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا، قوتنا في لمتنا. سمحت شيف مسهل هالبنة. التوينسا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. وردة سرنا المحبة. البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترمون. ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن أحسن سوم. موقع ليبرتا جديد يضمن لك أحسن سوم وفي أسرع وقت، بما أنه محرك البحث المركزي لموقع ليبرتا مربوط ديريكتومون بالبلاتفورم متاع أكبر وكالة الأسفار والفنادق. وحده وحده يبحث ويقارن ويجيب لك النتيجة اللي ترضيك. ونزيدك الغشاخش تصير أن طون غيال، باش هكاكا تلقى الإمكانيات المتاحة في الفنادق اللي تلوج عليها وأحسن الأسوان في السوق، ونضمنوا لك إنك تلقى السوم اللي يساعدك. ما تضيعش الوقت، ادخل على libertavoyage.com، تختار فين وقتاش وبالطبيعة قداش تحب تقعد، وبكليك واحد تتحصل على أحسن سوم في تونس. كي تقول أوتيل بأفضل الأسعار تقول libertavoyage.com.